نظام دورة العسكر لا يريد مساعدة المغرب، لأن يفتح الحدود غادي تضرب له ديك النظرية ديالو، سوف تكتشف الحقيقة، غادي يكتشفوا المغاربة والجزائريون بأنهم شعب واحد. وهذا الشيء ما باغيش ماكرون، ماكرون باغي الحدود تبقى مغلقة البرية والجوية، باغي العداء يبقى بين الشعبين، باغي خطاب الكراهية المستمر، ولهذيك يخرجوا أبواق دولة العسكر وأبواق بعض البطوشيين اللي كيحاولوا يأجوا ديك نار الفتنة ويزيدوا يروجوا لنا لبعض الصور الغير حقيقية والتي لا تطابق ولا توافق مشاعر الجزائريين. لما يكون الجزائريون في محنة فالمغاربة كيتعاطفوا معهم، ولما يكون المغاربة في محنة بطبيعة الحال الجزائريون يتعاطفون معهم. وغادي نسمعكم بعض الأمثلة من الجزائريين الأحرار كيف فعلا عبروا عن حزنهم وأساهم لما يعيشه الشعب المغربي هذه الأيام. غنبقى نسمعوا بعض النماذج في نفس الوقت ردوا على أبواق دولة العسكر وردوا على نظام دولة العسكر الذي لا يشاركنا، وأعيد وأؤكد مرة أخرى حتى قيمة من القيم الدينية التي تربينا عليها في هذه البلاد، لا في المغرب ولا في الجزائر. نظام دولة العسكر اللي بطبيعة الحال هو مصدوم، مصدوم أولا الحجم التعاطف الدولي مع المغرب. شفنا كيفاش أن دول العالم تعاطفت مع المغرب، رؤساء دول العالم عبروا عن استعدادهم ودعمهم للمغرب. شفنا كيف أن دول تزينت بالعلم المغربي كشكل من أشكال التضامن. شوفوا سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط نكست العلم الأمريكي احتراما لأيام الحداد في المملكة المغربية، بينما دولة العسكر الملحدة القنصلية ديالها في مدينة وجدة بقى العلم طالع. إذن من هو أولى بالنصرة، المسلم للمسلم أو غير المسلم للمسلم؟ نظام دولة العسكر الملحدة الذي يدعي أنه يدافع عن حقوق الشعوب. وشوفوا بيانات دولة العسكر تخاطب الشعب المغربي، قال كيف تضامنوا مع الشعب المغربي وأنتم قتلت الشعب المغربي، يعني نظام دولة العسكر. شوفوا خطر هذا النظام ديال دولة العسكر أين وصل في الوقت المغرب الذي يلملم جراحه. المغرب كيتصارع ويصارع الزمن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذوك الضحايا ديال الزلزال. نظام دولة العسكر دفع فلول حركة البوريزوري الإرهابي للقيام بهجوم على الجيش المغربي في أقاليم الجنوبية، يعني في خلف الجدار، وهذه الحادثة وقعت بالأمس. هجوم ديال البطوشيين اللي بغاو يستغلوا الظرف اللي فيه المغرب وكيظنوا بأن الجيش المغربي راه منشغل في إقليم الحوز بعملية الإنقاذ، وبأن المغاربة يعني راه يعني ديك درجة الترقب والأهبة ربما تكون منخفضة، كيظنوا بأن الجيش المغربي في حدود نعس كيشخر دايرين الكشات ونعسين، فحاولوا أن يستغلوا الفرصة وأن يقتلوا غدرا جنودا مغاربة مرابطين في الأقاليم الجنوبية يدافعون عن حدودهم. لكن ككل مرة الدرون المبارك تكفل بهاد البطوشيين، وبطبيعة الحال خدوا ما يستحقونه وما يليق به. شوفوا بعد جرائد دولة العسكر الملحدة اللي لا تتكلم عكس بقية الدول العربية في بعض الجرائد ديالها، لا تتكلم عن استشهاد 2000 أو ما يفوق 2000 مغربي في هذا الزلزال الأخير. كيستعملوا مصطلح هلاك، صوروا هلاك، هلاك 2000 مغربي في هلاك، وكأنهم ليسوا بشرا، ليسوا آدميين. شوفوا الحقد والكر، وأكيد أن تبون شنقريحة تبون فرحان
شنقريحه شمتان، وكيظنوا بان هذه غتكون ضربه اقتصاديه للمغرب، وبان كل ما يؤلم المغرب راه بطبيعه الحال اوتوماتيكمون يفرح نظام دوله العسكر وكيل الاستعمار. ولا يتوانوا عن اظهار يعني الفرح ديالهم، بل اكثر من ذلك يكون تبون دوز الليله بيضاء او بالاحرى حمراء هو شنقريحه، ها يتسامرون وانتم راك عارفين باش يتسامرون ويتمنون ويدعون شياطينهم الى المزيد. خليكم تسمعوا حقيقة الشعب الجزائري الذي بطبيعة الحال كيف ذكرت هذا يحزن نظام دولة العسكر. نظام دولة العسكر أحزنته جوج ديال الحوايج: حجم التضامن الدولي مع المغرب، والتلاحم الشعب المغربي فيما بينه ووقوفه وقفة رجل واحد وراء العاهل المغربي. خلينا نسمعوا الآن وغادي نتاو بعد الشهاده ديال الجزائريين كيف استقبلوا هذه الكارثه، باش يعرفوا المغاربه وغالبيه الشعب المغربي بان ديك ابواق دوله العسكر الملحده ونظام دوله العسكر الملحد لا يمثل الجزائريين الاحرى، وبان حتميه أن تعود العلاقات بين الشعبين وأن تفتح الحدود بين الشعبين وأن يتواصل ويتراحم الشعبين فيما بينهم. فنستمع بعض الجزائريين. مالك احنا نحبوهم وما يحبونا، هذه مفهومنا. واش نقدر نقول لك؟ أتأسف يعني من كل أعماق قلبي يا خويا، راني نبكي عليكم، خطر هذه حاجة عربي خاوتنا الشعب المغربي يا فلبيا. ما تضامن معه لو كان يقولوا لي جيت عاوننا نروح ترك كما راني ترك لو كان يقولوا لي جيت عاوننا نروح. أنا شعب مسلم، إنما المؤمنون إخوة، هما مؤمنون إحنا مؤمنون إخوة. سمعتوا ها هما الجزائريين الأحرار، هما مؤمنون نحن مؤمنون، مسلمون كيجمعنا الدين قبل كل شيء، لكن تبون شنقريحة لا علاقة لهم بالمسلمين، لا علاقة لهم بشعوب المنطقة. نظام ملحد لو كان يؤمن بواحد في المئة مبادئ الدين الإسلامي الحنيف فكان أول من سيرفض وسيقف ضد تجزيء وتشتيت وتفتيت المجتمع العربي الإسلامي. ما كاينش مسلم يرفض الوحدة وينشد التقسيم إلا نظام دولة العسكر الملحدة تحت أي مسمى، سمي داك التقسيم كيف ما بغيت تسميه، فهو مخالف للأعراف الدينية ومخالف للدين الإسلامي ناهيك. هادشي من نساو بأن التكلفة ديال هاد الشعارات هو سفك للدماء وتبذير للأموال وتفقير للشعوب الجزائرية ولا المغربية. الجزائريين والمغاربة كيعانيوا منذ 50 سنة بسبب هذا الورم البطوشي اللي تسبب في تخلف هذه المنطقة المغاربية. البطوشيون الذين لا يعدون إلا على رؤوس الأصابع تسببوا في تخلف تقريبا 100 مليون مغاربي. 100 مليون مغاربي يعانون بسبب واحد 5 ولا 10 ديال البطوشيين الذين لا يساوون جناح بعوضة. شوفوا سمعوا بقية الجزائريين وهذا يكون جواب على دوك الأبواق الكذابين الأفاقين اللي كيتلقوا دوك الفيديوهات وكيتلقوا دوك الأصوات، ها كيتلقوها من الأصوات النشاز من أقبيات مخابرات دولة العسكر باش يوهموا الجزائريين والمغاربة بأننا كنكرهوا بعضياتنا وباش يأججوا نار الفتنة وباش يزرعوا بذور الكراهية باش تستمر وتنبت لأجيال قادمة. استمعوا لبقية الجزائريين. تحرك شوية، يتحرك شوية إن شاء الله. أنا أقول خاوتي المغاربة راهم محتاجين الدم، اليوم راهم محتاجين الدم،
نستناو دوكا نستناو بايدا يجيب لهم الدم المالي كانوا حنا قدامهم. نطلب من تبوان ان شاء الله يتحرك شويه. نعزو الشعب المغربي على المصيبه اللي صارت لهم. انا لله انا راجعون، ربي يرحمهم تاهم، وان شاء الله نكونوا خاوه خاوه. بارك احنا نحبوهم وما يحبونا. هذه مفهومنا. شوفوا هذا الجزائري الحر اللي وجه الخطاب ديالو لتبول، قال له راه المغاربه مخصهم الدم، واش يجيبوا الدم من امريكان وحنا حداهم؟ معنى الكلام واش ننتظروا المغاربه المساعده من القاسم الداني وحنا على الحدود؟ واش الى حداك جارك يمشي يقلف حي اخر من احياء المدينه على المساعده وانت الجار ديالك الباب في الباب وقادر انك تساعده وما تساعدوش؟ راه في كلام هذا الرجل البسيط العبره والحكمه، يعني وصف الحقيقه كما هي. يعني الاولى بان يهب للمساعده راه هو الجار ودوله العسكر الملحده. لاحظوا هنا غادي نذكر الاخوه الجزائريين بان اخلاق الملوك ليست كأخلاق الصعاليك. العائل المغربي محمد السادس حفظه الله في 2020 ملي كانت العافية كتكون في الجزائريين، كان الجزائريون يحرقون. عزاء الجزائريين وحضر طائرتين من طائرات الكندا وكانت تستعد للذهاب إلى الجزائر من أجل إطفاء الحرائق، لكن نظام دولة العسكر الملحدة اختار يخلي الجزائريين يتحرقوا ويموتوا، وآلاف الهكتارات من الغابات تحرق كي لا يفتح الأجواء وكي لا يقبل بالمساعدة المغربية. هذا هو نظام دولة العسكر اللي ما كيهمو لا شعب جزائري بقدر ما كتهمو تنفيذ أجندات الدولة العميقة الفرنسية في المنطقة. شوفوا هذه الجزائرية وهي ستلخص كل شيء، وبها سأختم هذه الشهادات للإخوة الجزائريين اللي كنشكرهم بدورنا على هذا. كيديروا على الأقل أضعف الإيمان، على الأقل يعبروا على النوايا الطيبة، وكنشعروا بأن لو كانت الحدود مفتوحة من جهة دولة العسكر من جهة المغرب راهي مفتوحة ولم تكن أبدا مغلقة. لو كانت الحدود مفتوحة لهب الجزائريون بالآلاف لنجدة ومساعدة إخوانهم في المغرب. هذا النظام العسكري قاطع الأرحام، النظام العسكري اللي فرق بين الأسر المغربية والجزائرية، هذا النظام العسكري، هذا تبون وشنقريحة لست أدري كيف سيذكرهم التاريخ في قادم الأيام. فعلا من أعتد المجرمين الذي عرفتهم منطقتنا المغاربية فالمئة سنة الأخيرة. أنا شخصيا أعتبر تبول وشنقريحة رجلي القرن فيما يخص الجريمة. لا أذكر لهم ولن تذكر لهم الأجيال القادمة أي حسنة، ولن يذكروا أبدا إلا بكل شر والتاريخ لا يرحم. اسمع الجزائرية الحرة الأصيلة ماذا تقول وكيف استقبلت الزلزال اللي ضرب خوتهم المغاربة اللي كيتكلموهم نفس اللسان. استمعوا لهذه السيدة هذه بارك الله فيها وفي أمثالها. خويا رحيت بقطع الكلب، والله يا خويا ملينا من حضر وحنا نترحموا نحوس نترحموا على الموتى نتاعك ربي يرحمهم ويمد لهم ربي الصلاه الصبر والسلوات. خويا والله ربي اللي شفت خويا نحب خاص يستر خويا، هذه حاجه ربي، ولكن خويا يتقطع الكلب ما عندناش خويا جا الحين باش نطيروا ليهم باش نطيروا نعاودوهم يا خويا. والله يا ربي والله ربي يا خويا سليم يا ربي ان شاء الله ربي يكون معاكم يا ربي. يا خوتي المغاربة يا خوتي المغاربة احنا كلنا مغاربة واحنا كله اسلام يا خوتي، ونتكاسموا في المر وفي الحلو يا خوتي يا خوتي. والله يا ربي غير يعني يا ربي يكون معاكم يكون معنا يا ربي مع الناس كنحن طيروا ليكم نعاونوكم نعاونوكم بس اللي قدرنا عليه، نعاونو بالدعاء نعاونو بالبكاء نعاونو بكل شيء يا ربي يا ربي يكون معاكم يا ربي يا ربي يا ربي يا حنين يا كريم كثر خيرك يا
يا ربي ان شاء الله الجرح ان شاء الله ربي ان شاء الله يطول في عمرهم ان شاء الله ربي يشافيهم يا ربي. الشعب المغربي غادني بزاف بزاف وبكيت خاطر عندنا اصدقاء عندنا فاميليا ومتزوجين عندنا نسب بيناتنا نسب. الله يحب ليمات ان شاء الله في خارجنا في النار. ربي يسطر الاهل تاعهم ان شاء الله وربي يشفي المرضى تاعهم ان شاء الله. نبغيك ندرج لكم الشهادات فانني في هذا اللايف هذا ربما قد يستغرق ساعات. توقف عند السيده هذه اللي قالت احنا كلنا مغاربه وهي جزائريه. ان في حاله المحنه كلنا مغاربه لان هذه المحنه صابت المغرب. لو صابت الجزائر فكلنا جزائريون، لو صابت التونسيين فكلنا تونسيون، وهكذا دواليك. العالم العربي الإسلامي كله واحد. لما ضرب الزلزال تركيا كنا كلنا أتراك، كلنا نتعاطف مع تركيا، كنا كنشعروا بالألم اللي كيشعروا به الأتراك. وشنو هو السبب؟ السبب هو أننا نقتسم دينا واحدا، نقتسم دين واحد. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. لكن نظام دولة العسكر الملحد ما كيقتسمش معنا هذا الدين. أظن بأن هذا النظام العسكري ولاؤه ولاء آخر، قبلته قبلة أخرى، تكوينه وعقيدة دياله عقيدة أخرى. لأن لو كان فعلا كيشاطرنا ولو جزء بسيط من هذه القيم اللي تربينا وكبرنا فيها كان مفروض عليه واحد الأقل غيجي واحد يعني واحد وخز الضمير، واحد اللحظة قد يستفيق ويراجع الحسابات دي. ولكن هذا النظام العسكري الملحد يأبى إلا أن يستمر في غليه. شوف كيفاش كيتعامل مع الإعلام الجزائري وكيفاش كيمنع هذه الأصوات من أن تعبر عن التعاطف ديالها مع المغرب ومع المغاربة، وخص سياسات شيطنة المغرب تستمر